وتنضم الينا في الاستوديو ناديه البيلاسي، محلله اولى للاسواق الماليه في إيكيوتي. اهلا بك سيده ناديه. اهلا عبد الله. بدايه، توقعات بخفض الفائده الامريكيه بمعدل ربع النقطه المئويه، لكن هناك من يطرح مخاوف من عوده التضخم. برايك هل من الممكن ان نرى ما يخالف التوقعات المتعلقه بخفض الفائده؟ صحيح، يعني اليوم متوقعين أسعار المستهلكين أن يكون في ارتفاع طفيف، وهذا نظرا إلى يعني الكونسومشن الذي رأيناه في آخر في هذا الربع، فممكن أن نشوف أن التضخم يرتفع بشكل يعني طفيف، ولكن أعتقد أن توقعات السوق بنسبة 95% أن سنرى تخفيض بنسبة 25 نقطة أساس، وهذا الشيء الذي طبعا يدفع كل من تحركات أسواق الأسهم والذهب أيضا. لكن لماذا تثار نقطة عودة مخاوف التضخم؟ بناء على ماذا؟ بناء على أن الكونسومشن عم يزيد، وعم نشوف أنه كان في يعني ارتفاع لأسعار النفط في الأونة الأخيرة، طبعا بعد ما كان في انخفاضات كبيرة رجع في ارتفاع طفيف أيضا، وهذا ممكن يؤثر بشكل كبير على أسعار التضخم. نعم. في المقابل، القطب الثاني للاقتصاد العالمي الصين، هناك بيانات إيجابية للناتج الصناعي بتحقيق أول نمو بأول بستة أشهر، بالتالي هل سنرى استمرار لهذه النتائج برأيك؟ هل تتوافقين مع أن أقول بأن هناك تضخيم لتعثر الاقتصاد الصيني؟ هل تتوافقين مع ذلك؟ يعني التوسع في النشاط التصنيعي في الصين شيء جدا إيجابي، خصوصا لتحركات الشنغهاي. أما تحركات النيكي أعتقد أنها مرتبطة أكثر بالانتخابات اليابانية، التي أيضا نشوف أنه فيها يعني تذبذبات في آخر أونة بسبب السكاندلز أو الإشاعات التي عم تثير في ظل البرايم مينستر الجديد. ولكن ممكن أن نرى ارتفاعات في أسواق الأسهم الصينية، خصوصا يعني أن كان في حاجة للتصنيع تصحيح أو الريباوند، ويعني هذا الخبر اليوم أعطى هذه الإيجابية أن ممكن أن تستمر لفترة يعني قصيرة بسبب الانتخابات الأمريكية التي الأسواق كلها تترقبها. نعم. فيما يتعلق بأسواق النفط، هناك ترقب لاجتماع أوبيك بلس، هل ترجحين قيام أوبيك بلس بتأجيل قرار زيادة الإنتاج، وكيف سنرى أثر هذا القرار على الأسعار بالدرجة الأولى؟ يعني ارتفعت أسعار النفط اليوم أعتقد بمقدار 1% بيست على هذا القرار أو الرومر اللي هو تأجيل قرار زيادة الإنتاج. أعتقد أن هذا القرار كان يعني يسبب ضغط شديد على أسعار النفط في الأونة الأخيرة، خصوصا الربع الثالث من هذا العام، فأعتقد أن تأجيل هذا القرار سنرى ارتفاعات أسعار النفط، وممكن أن نرى ارتفاعات يعني عند $80 البرميل لبرنت و 75 لدبليو تي آي في آخر هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع القادم. نعم. سريعا، هناك من يربط بين فوز ترامب بالانتخابات وتصحيح حاد للذهب، لماذا برأيك؟ أعتقد لأنه مع فوز أو تقدم ترامب يعني يعطي يرفع من شهية المخاطرة، ولذلك نرى أن في ارتفاعات على البيتكوين، يعني كسر مستويات 73 وممكن أن يكسر 74، يعني هذا الرقم القياسي الذي رأيناه في شهر مارس، فممكن أن هذه موجة يعني البول ران ممكن أن نراها مجددا مع فوز ترامب، وهذا يعني الأسواق تتوقع ذلك، فأعتقد أن ممكن أن نرى $100,000 لأسعار البيتكوين إذا فاز ترامب. فأعتقد أن شهية المخاطرة عم تدفع أكثر مع تقدم ترامب في آخر استطلاعات الرأي، وعلى هذا الأساس ممكن أن نرى موجة تصحيحية لأسعار الذهب، خصوصا مع ترقب الأسواق إلى تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مش جامبو كات مثل 50 نقطة أساس الذي كنا نتوقعها. تضحت الصورة سيدة ناديه البيلاسي، محللة أولى للأسواق المالية في إيكويتي. شكرا لك. شكرا لك عبد الله.